السلام عليكم، مرحبا بكم في القناة. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله غادي نوريكم التقضيه اللي شريت. كيف ما عارفين دابا راه الشهر دخل وكل شيء تبارك الله كيمشي يجري يشري داكشي اللي خاصو. الحمد لله على كل حال، ولكن ماشي كلشي يعني واحد يشري داك الخلصه اللي شدها يشريها كلها في الماكله. خاصو يحاول يميز يسيس هكا يشوف شحال المصروف في الماكله بوحدها، وكل حاجه بوحدها ماشي فلوس كل ما نشوف الماكله. يعني ولي على قد الحال ما خصوش يشري داكشي ديال الشهر، يعني يشري داكشي اللي خاصو في الاسبوع باش يوازن، باش كل مره يشري داكشي اللي خاصو. دابا انا شريت غير داكشي اللي خاصني بحال المواد الاساسيه، بحال الزيت بوحده اللي شريت، لان كانت شريتها شي تقريبا شهرين ونص هكاك، راه دابا يلا شريتها عاوتاني. السكر شريتو باقي ما شريتوش، دابا باقي عندي. كنشري ديك الباكي اللي فيها خمسة ديال الباكيات، باكي خمسة الباكي الكبيرة فيها خمسة. بالنسبة للصابون ديال الماكينة عندي، ديك المرة راه شريتو بشد اريال اللي خصها كيلو. بالنسبة لدونتيفخيس شامبوان، الصابون شريت غير هذا سائل لقيتو بسوندويش، زعما هكايا اوفر هكايا، ماشي اوفر يعني ناقص في الثمن جبتو. انا كنشري ما كنشريش ديما داكشي كتير، مره واحده كنشري داكشي كتير يعني داكشي اللي خاصني، ومن بعد كل شهر كنشري كنقص في المصروف. كل شهر كنشري داكشي اللي خاصني، المواد الاساسيه ما كنشريهاش كل شهر. بالنسبه لنوريكم داكشي اللي شريت. بالنسبه للعجائن شريت هاد الباكيتي، هاد ما عنديش، كان عندي غير ديال الصفه بوحدها، ما كنطيبش الصفه ديما، يعني مره في شهرين يمكن ما كياكلوهاش ليا، مره كنديرها. سباكيتي هذيك كيبغيوها، جبت ثلاثه ديال التامبين تقريبا كتكون 8 دراهم 7 فاصله شي حاجه، وها نص كيلو كندير غير وحده انا، مره ندير هذه مره هذه، كنديرها في سلاده او نطيبها لهم هكايا مع الكفته. هذه جبت نص كيلو 6 دراهم، هذه 6 دراهم، وهاد 24 درهم هادو ثلاثة. وجبت الروز هذا مرة كنديرو، وهذا الروز كيلو، ما جبتش العبار، هذا لقيتو بالزيت وخديتو. جبت العدس واللوبيا، العدس هذا كيلو ب 15 درهم، جبت ما جبتش من عند من الحانوت، عند واحد كيبيع الجملة. وجبت اللوبيا، اللوبيا جبت حتى هي كيلو ونص، لقيتها ب 16، كنت قطعتو وناقص. بعد خطات تلقاي في الحوانت العدس ب 20 درهم، كتلقاي اللوبيا كذلك غاليه، كنجيبها عند هذوك اللي كيبيعوا الجمله كيكون ناقص، وكنت قطعتو دائما. بالنسبه لهذا جبته من بين، هذا ب 18 درهم، هادو بجوج وفيه ريحه زوينه، وهذا الراس كيرجع لهنايا الا ساليتي من هذا كديري في هذا. حتى هو عجبني مزيان، حتى من الصابون هذا بعدا كنت كتوركي وكتغسلي. انا هادشي اللي كندير دابا ملي كتكون عندي سلعه ناقصه الشهر، ما كنشريش بزاف، كنقلب شي حاجه اللي ماشي ضروريه، بحال السقاطه هكا الدراري كيبغوا الشكلاط، بحال كورفليكس، ما هذاك الشيء ما كنشريش ديما، ولكن بحال كيكون تكون عندي تقضيه خفيفه كندخل معايا داك التخربيق هذا كيبغيو الدراري، مره كنجيبو ليهم. بحال دابا هذا، هاد بهذا لقيتو تاو في اسيما ناقص، دايرين هاد الثاني ناقص نصف الثمن، شريتو ليهم، ولكن ماشي عندي هذا يعني اعتيادي دي كل شهر خصني نشري. اما هذا كورفليكس ما شريتوش، لان عندي تقضيه ناقصه جبت هذا. اما كون كانت عندي تقضيه كثيره بزاف ما نجيبش. امتى كنتقدى انا بزاف؟ الا مشيت مع مول الدار كنتقداو داكشي كله، ولا كنت انا بوحدي كنجيب داكشي خفيف هكا مره عارفه اش خاصني، ولكن ملي كنمشي معاه كنجيب داكشي كاع كلشي اللي خاصني. كنمشي لمرجل كبير اولا كنمشي لبلاصه بعيده كنتقدى منها وكنجيب داكشي اللي خاصني كامل. بالنسبه ليا ملي كنتقدى انا كنجيب داكشي اللي خاصني غير حدايا، كاين حدايا بيم، كاين حدايا اسيما، كاين كارفور، كاين يعني محلات حدايا، كنمشي بوحدي كنجيب داكشي اللي خاصني. ما بين كنعرف اش خاص اش ما خاص. جبت هذا من بين، حتى هو زوين وريحته زوينه، فيه ثلاثه الشكالات. هذا ديال الخزامه زوين ب 13 درهم، داير زعما كاين بحال ديطون، ماشي غير الشكل ديالو يعني كيعقم وكينظف، ما عرفتش واش بصح ولا لا. حنا شرينا عجبتنا على الريحه. بالنسبه لهذا ماكسيس حتى هو خديتو، هذا من واحد المحل كنمشي اسيما كنمشي بيم،
ماكسيس وجبت الخل. انا الخل باقي عندي الخل داك، وريت لكم في واحد الفيديو، شريت ثلاثة مجموعين وخديت غير واحد. خديت هذه ديال الاواني، الزيت ها هي ملي كملات لي بقات لي شويه ركملات، ها هي خديتها دابا. هذا تبقى لي داك هاد الشارجي ما غنشريهاش، نقد هاد الشارجي نشري السكر، وهذا ما غاديش نشريه. لا دابا السكر عندي ما شريتوش، ولكن الشارجي هذا ما نشريش، السكر نشريه. بالنسبه للاريال تا هو الشارجي ما نشريش، الباقي عندي مازال. يعني الشار كيكون عندك خفيف تقريبا. هاد السلامه ما وصلش 500 درهم، ما وصلش. هاد الطون هذا تا هو جبتو، جبت وحدين اخرين فرقان راه كلاو سبقو كلاو بالزربه. جبت هاد الاسطا، ما مشيتش للمهرجان اللي كيديروا فيه هاد اوفر هكا مع الكاس، جبتهم غير من بي بما فيش. جبت هذا فرماج، هذا يقد يبقى يقرب يعني النص ديال الشهر، كياكلو بزاف الفرماج، كياكلو الكونفيتور ما كياكلوش غير شويه. واحد جوج ناس كياكلو في الدار. اتاي خديت غير واحد لان باقي عندي اتاي، كنت خديت ديك المره جوج يعني همزه جوج، كان عندي اتاي خديت جوج، يعني باقي عندي انا اتاي خديت غير واحد. ما كنكثرش عليا باش تقد خاصني شي حاجه اخرى مهمه نشريها، داكشي علاش كما قلت لكم شريت هذا. يعني عندي تقديه خفيفه جبت هذا، كنت اوف خنيت الثمن ناقص خديت، وجبت هذا بيمو. مره كنجيب ليهم شي حاجه، هذا البنت الصغيره بعد خطرت سقطت فيه، كنجيب ليهم مره شي حاجه. دابا واخا ما كنشريش هادشي بزاف، ولكن مره كنخرج كنجيب ليهم شي حاجه. صافي هادشي شريت بالنسبه لهاد الايام. يعني هادشي غادي يكفي، لي بات غادي تكفي، القهوه عندي شي وحده وهاد جوج. بالنسبه لهاد السنيكروار الفرماج راه كاين، الدقيق عندي مازال، شنو مازال ما الدقيق مازال، داكشي ديال الحلوى مازال كاين عندي. كنشري الخماره كيكون مجموعين ثلاثه، كيكون ديال الشكلاط وديال الفاني. شريت قش شريت قد واحد المره كناخذ جوج من الحاجه، باكيات كيكونوا باكيه فيها ثلاثه، فيها الخماره وفيها الفاني، كناخذ جوج جوج من الحاجه. يعني كيبقى عندي الخميره الخبز جافيل عندي، كناخذ من بيم داك الجوج لتر ونص، باقي كاين عندي ما شريتوش. يعني قد نحتاجو حتى نقرب لخر الشهر قد نحتاجو. السنيده هي عندي، السنيده هي راه عندي، غير حليتها اليوم خديتها لان باقي ما صورش جبتها. هذه يعني غادي تكفيني يعني لخر الشهر، تقد تكمل ليا ونشريها. يعني كتجيني مع لخر الشهر الواد الشهر، يعني ما محتاجاش، يعني كتبقى تكون عندي السنيده في الدار بحال هكاك. يعني السكر كاين نبقى نشريه مره اخرى. وهادشي اللي غادي اللي بغيت نوريكم، يعني التقليديات كان هذه الطريقه اللي كنتقدى انايا، ما كنكثرش عليا، ولكن واحد المره كنمشي كنتقدى داكشي كامل، وكل شهر كيجينا عندي داكشي خفيف ما كنكثرش عليا. تقدت بحال دابا تقد داك الشهر تقضي ب 1500 درهم 1000 درهم. نتمنى الطريقه ديال التقليد ديالتي تعجبكم، يعني هذه الطريقه ديالتي كيفاش كنتقدى، كنتقدى داكشي خفيف. وبالنسبه للناس اللي هما بساط، يعني على حسب على قد المستوى ديالهم، يتقداو اسبوع لاسبوع، يشوفوا داكشي اللي خاصهم الاسبوع ويتقداو، ويقصوا واحد القيمه داك الاسبوع ويتقداو، باش ما باش مابقاوش يفكروا المدى الطويل داك الشهر، ولا حسب المستطاع ديالهم يتقداو السيمانه او ديك 3 ايام 4 ايام على حسب، ويجيبوا داكشي مشي كل مره غدا الاسيما غدا البيم غدا صافي، باش كل مره تلقى داكشي اللي باغا تلقاه في الدار. هذه الفكره يعني بغيت نوصل. ولا عجبكم الفيديو اخواتي، نتمنى انكم تبارطاجيه وتديروا لي لايك وتشتركوا في القناه. مع السلامه، مع فيديو جديد ان شاء الله.